هل يجوز أن تقول لشخص أدام الله أيامك تيالا سيغدامي تفويل ندا أدام الله أيامك وين دوم فو رحم دم وين دومه فو رحم دم؟ نعم مرانا اللي كمي يتبوين تي بيغل فاجي لي سماني ويندي مرانا بيغل ويندي إيه اللي قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تي أدبانغر يورهم بونتي محمد بن عثيمين وينام يرسو بيينغا قول أدام الله أيامك تدبان تي ليه لام هانا كستو أون كوام بيجي يدوكان أدام الله أيامك وين دوم فو رحم دم تي دوكان يا تدبان يا تي دوكان على حالة من الاعتداء في الدعاء أدب كنت لمن غمان زوقا وينام كسوبوغا لأن دوام الأيام محال تبالا أدم بي لهم دمكي دومي تي أدم بي باكيتي تراهم دم باساتي أيابوم نينغ هم بايتي أيابوم نينغ هم بايتي تنمي كم تي غوم كانغ على دوا كانغ أيابوم نينغ هندي كده وينام غوم نهيلي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تدبان تي الدنيا تدبان تي بوم بوم فاجي لهم بالدنيا زوكا la adam bi wa adam bi fajil himbe dunyo pokane daram beti adam bi ganasa daram beti bumu bum fajil himbe dunyo zu fajil nasa ti hampa wenna yemre wenna am lebele da ayaratu wa ma ja'alna li bashar min qablika al khuld atun wenna am paman adam bi ga tawti nabi ya alayhi salatu wasalam nan bawa ta kide ne da nan pa vim pour un doum nin kam kidin ye mi kam ti wenna am bumu ti bunana wo bunana wenna am hannane أترى داري هنيم في ما هنان تقدر أن كانا دعوة نام بنان بنا نربا يمري هنان كلام بفي ما بكون دومني دعوة فوا يرهدوا بوا تيوين نك دومه رحم دمبا أيابو منين هم كونت دي تيا ما نزوكا دعوة كسبوا نعم مو رحل لك لو توني وتوني أم توني ما نسيا